بسم الله الرحمن الرحيم. Today our topic we are talking about atypical pneumonia. First of all, what the meaning of pneumonia أصلا؟ It's mean lower respiratory tract infection caused by يعني meaning replacement للnormal alveoli air by pus or fluids. So this cause difficult breathing, painful breathing. Types of pneumonia كتيرة جدا. في أنواع مختلفة يعني مثلا ممكن نقسمها على حسب الإيتيولوجي تبقى viral, bacterial أو fungal. ممكن نقسمها على حسب الـ setting of infection في community وفي hospital acquired في aspiration pneumonia. ممكن نقسمها على حسب الـ method of spread looper pneumonia أو multi looper pneumonia أو bronchial pneumonia. وآخر حاجة بقى احنا ممكن نقسمها على حسب الـ radiological pattern بتاعتها, فدي منها الـ atypical pneumonia اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. من atypical pneumonia بنسميها كمان الwalking pneumonia, وده term كده الدكتورز حطته علشان ان هو بيقول ان هو mild form من pneumonia, ان البيشنت يقدر يمارس حياته اليومية عادي جدا مش زي atypical pneumonia. طيب atypical pneumonia versus atypical pneumonia, هي laboratory finding ممكن نلاقيها مختلفة شوية زي leukocyte counts وال ESR وال CRP بنلاقيها عالية جدا في atypical pneumonia و slightly raised أو normal تماما في atypical pneumonia. بلس الراديولوجيكال فايندنجز دايما بنلاقي في الاتيبيكال نمونيا ان في عندي هوموجينس اوباسيتي باتشي او جراوند جلاس اوباسيتي. طيب واتس ار ذا موست كومن اوف اتيبيكال نمونيا, هي بتتعامل ببعض البكتيريا المختلفه عن الاتيبيكال نمونيا. الاتيبيكال نمونيا كانت دايما الستاف او الستريبتوكوكس, لكن الاتيبيكال نمونيا بتبقى بالمايكوبلازما او الكلايموفيديليا او اللينجيولاني. طبعا ممكن تكون عن طريق الانيمالز او without الانيمالز يعني النون زونوتيك او زونوتيكس. فهاو تو دايجنوز, زي اي ديزيز بناخد الفول هيستوري الاكزامينشن اللابوراتوري والايمجنج بقى اللي هو هنتكلم عليه دلوقتي. اول حاجه اللي هو الشيست اكس راي بالاتيبيكال نمونيا دايما بنلاقي ان في باتشي ريتيكولار او ريتيكولار نودولار اوباسيتيز. الاوباسيتيز دي بتبقى دايما في البري هايلر لانج سيجمنتال او سام تايمز سيجمنتال اتيليكتيزيس. يعني مثلا ان ذيس بيكتشر احنا شايفين ان في opacity observed في superior segments of left lower loop, ودي بالكالشر طلعت انها مايكوبلازما نيمونيا. برضو دي بتريتمنت after one month اختفت تماما الاوباسيتي ما بقتش موجودة. another case برضو ورانا ان في patchy non-segmental opacity ولقيناها bilaterally, برضو بالكالشر طلعت انها مايكوبلازما نيمونيا. another case برضو زي ما احنا شايفين هنا برضو باتشي اوباسيتيز كده, لو حتى لو شفناها بالسي تي هتطلع انها bilateral ground glass اوباسيتيز كده throughout both lungs. دي برضو حاجة ظهرت لي زي solitary nodule صغيرة جدا measure 2 ملي وطبع بالكالشر برضو mycoplasma pneumonia. دي another case برضو لقيت ان في right upper lung loop opacity واخدة معظم lung loop. دي برضو بقى ورتنا ان في right upper and lower loops و left loop كمان round pneumonia او round opacity. ده بال x-ray بس. بال CT الاتيبيكال نمونيا has a pattern of focal ground glass opacity lobular distribution pleural effusion bronchial wall thickening كمان is a common CT finding. الديفيوز ground glass opacity برضو عادة بنلاقيها في معظم الحالات وممكن progress لsoft tissue density as the infection process. في الميكوبلازما بالذات بنلاقي دايما affecting للair space وبتعمل consolidation, وعادة ال high resolution CT هو sensitive جدا for nodules اللي بنلاقيها 90% من حالات الاتيبيكال نمونيا. فمثلا دي واحدة من الكيسز رأيت ان انا عندي diffuse bilateral syrentorubular nodule زي ما هو متشاور عليه في الصورة, وكمان لقيت ان انا عندي bronchovascular ground glass opacity وكمان البرونكيال wall thickening اللي انا شايفه ده. دي another case برضو لقيت ان انا عندي peripheral areas of the ground glass opacity, ودي برضو تشخصت انها mycoplasma pneumonia شبه بالضبط الكوفيد يعني. دي another picture برضو لقيت ان انا عندي lobular consolidation surrounding the ground glass opacity والbronchial wall thickening اللي مديانا tram like sign دي. another برضو axial CT chest lung window show bilateral lobular areas of consolidation وground glass opacity وكمان septal thickening. another case برضو دي فيها bilateral patchy areas of interlooper أو septal thickening and ground glass opacities diffused throughout both lungs. الconclusion
في الاخر ان هي اتيبيكال نيمونيا تقريبا ريبريزنت اباوت 15% من النمونيا بشكل عام. طب امتى اقدر اقول بالراديوجرافي او عموما ايه امتى احط التيبيكال نيمونيا هي الفيرست بوسيبيليتي بتاعتي؟ اولا بالكلينيكال فايندنج بتاع يعني الكلينيكال داتا بتاع البيشنت، اللي البيشنت بيبقى عنده مايلدر فورم شويه، السيمبتومز بتاعتي بتبقى سلولي بروجريس مع الراديولوجيكال. يعني دايما التيبيكال نيمونيا بتبقى كونسولتيشن واير برونكوكرام اكتر، لكن دي دايما بنلاقي ديفيوز جراوند جلاس اوباسيتيز، وبنلاقي سيبتال ثيكنينج او لوبر نيمونيا او راوند نيمونيا. شكرا دينا. طيب احنا يعني هو ده حاجه فيري شورت وكونسايز قوي، انا هستاذن بس مع الناس اللي هم لسه بالريفرش تمام، ومع لينا برضه وناس نعمل شويه ديسكشن كده في الكرسي ده كده هنتكلم بس يعني على شويه حاجات لان في شويه نقط كده يعني عايزين نراجعها. بوجه عام يا دينا ده فيري شورت، خلي بالك سنة. احنا بنتكلم على الاتيبيكال نيمونيا. طيب نتكلم بس عن نيمونيا سريعا اللي هو انفلاميشن اوف ذا لانج نتيجه انفكشن. لو هنتكلم عن نيمونيا التيبيكال اللي هي زي ما قالت دينا اللي هي الاستاف او النيموكوكس او الحاجات اللي هي الجزء في اورجانيزم اللي احنا عارفينها، بوجه عام احنا عندنا اللي هو الباترن بتاع الشيست ديزيز ده دايما باكد عليه. لو انت عرفت الباترن بتاع اللانج انفكشن تبتدي تعرف ايه الايتيولوجي اللي موجود. يعني لسه امبارح حتى كان معايا حاله من احد اساتذه الاطفال، كان بيبي عنده بايلاترال كونسوليديشن اللي هو الاير سبيس ديزيز. اير سبيس ديزيز يعني الالفيلاي ما عادش فيها هواء، الالفيلاي بقى الهواء اللي فيها ريبليسد يا اما بفلويد يا اما بسيلز، والفلويد يا اما ترانسوديت يا اكسوديت يا بلود تمام، او السيلز اللي هي اشهر حاجه اللي هي البرونكو الفيلار كارسينوم. الاربعه دول بيدوا باترن واحد في الاكس راي اللي هو الكونسوليديشن وذ اير برونكوجرام تمام. البيبي اللي كان معايا امبارح اللي كان دكتور احد الزملاء في اساتذه الاطفال جايب لي السي تي بتاعه، بايلاترال اكستنسيف اير سبيس ديزيز ومفيش افيوجن. لما كلمت معاه في الهيستوري البنت طلع عندها حاجه اسمها هيموليتيك يوريميك سندروم، ان هي بيجي نوع من انواع الانفكشن باورجانيزم معين يبتدي يعمل هيموليسيس ويعمل بليدنج تندنسي. ففي بالظبط فبايلاترال قلت له المنظر ده، قلت له البنت عندها بايلاترال اكستنسيف اير سبيس ديزيز تمام زي كونسوليديشن بالظبط بس مفيش فيوجن، وقلت له البنت دي طالما انها مش انفكتد او ما دخلش عليها سكندري انفكشن عن بلاد فغالبا ده هيمورج ايه المنظر بتاع البلمونري ايه هيمورج. فلما نيجي نتكلم على التيبيكال نيمونياز اللي هي بتعمل اير سبيس ديزيز او اير سبيس كونسوليديشن، ان هو يبقى الفلويد اللي جوه الالفيلاي ريبليسد قصدي الاير اللي جوه الالفيلاي ريبليسد ساعتها باكسوديت اللي هو باس تمام، ويبتدي الاول ليجن صغنن وبعدين يسبريد من البورز اللي ما بين الالفولاي وبعضها لحد ما ياخد اللي هو المنظر بتاع اللوبر نيمونيا اللي احنا عارفينه، ياخد لوب على بعض تمام. وقلنا ان الكوز اوف اورجانيزم عاده بتبقى حاجه من الحاجات اللي هي تيبيكال للانفكشن اللي هي النيموكوكس او الستريبتوكوكس، في حاجتين كمان انا مش فاكر تمام، مش هم اربع اورجانيزم مشهورين اللي بيعملوا تيبيكال نيمونيا صح، والانفلونزا باين الكليبزيلا. لا كليبزيلا مش وارد ده لا في اللي هو الستريبتوكوك في الانفلونزا في ستاف وستريبت وفي انفلونزا في فيروس وفي واحده بكتيريا باين مش كده، انا مش فاكر برضه اللي مذاكرين فريش يا ايمان، مش الانفلونزا في انفلونزا بكتيريا وفيرال باين صح، في واحده بكتيريا واحده فيرال ثاني فيروس ايه مال الموفرس انفلونزا في طيب الاتيبيكال بس اللي عايز اقولها ان الكليبزيلا تيبيكال ايه الكليبزيلا تيبيكال الاتيبيكال حطوا فيها حاجات اللي هي حصل اوت بريكس اللي هو الليجينيلا نيمونيا. حد عارف اسمها الليجينيلا ليه او الليجينيرز ديزيز؟ لا غير الفالفين دي بتاع تكييف. اللي حصل ان الليجون اصلا كلمه ليجون اللي هم المحاربين القدامى، اللي حصل اول مره اكتشفوا موضوع النيمونيا اللي هي الاتيبيكال نيمونيا اللي هي الليجينيلا نيمونيا او الليجينيلا نيمونيا دي، كان بيقول لك كان جماعه محاربين قدامى بتوع الحرب العالميه اجتمعوا في السبعينات في فندق يحتفلوا بذكرى الانتصار في الحرب العالميه، فكلهم كانوا ناس كبار في السن وزي ما انت قلتي الليجينيلا دي بتعيش في التكييفات فعلا، فهم قعدوا في فندق السنترال التكييف بتاعه سنترال وكان فيه الاورجانيزم ده، فكلهم جالهم
اللي هي الاتيبيكال نيمونيا اللي اسمها الليجنيرز ديزيز، عشان كده اسمها الليجنيرز ديزيز اللي هي مرض المحاربين القدامى. تمام؟ فدي الليجنيلا نيمونيا تيجي بايه؟ ببيزل كونسوليديشن، والسيمبتومز زي ما قالت دينا بتبقى مش زي التيبيكال اللي هي بقى بالفيفر والديتوريريشن والافيوجن والباس وتعمل ابسس، مختلف. بس هي بتيجي في الاخر بإير سبيس ايه كونسوليديشن. هو الاتيبيكال نيمونيا اتسمت اتيبيكال عشان اتيبيكال اورجانيزم مش اللي احنا متعودين عليه انه يعمل الايه النيمونيا. تمام؟ طبعا احنا طلبنا من دينا تحضر ده ليه، لان ده كان سؤال جه في الماستر اللي فات. تمام؟ والاجابات اللي انا السؤال ده انا كنت بصححها، لقيت بقى محطوط بقى ايه لا مش قصدي، انا مش بقول على دينا تحديدا، انا لقيت ناس دخلت اللي هي الانترستيشال نيمونيا اللي هي كرونيك لانج ديزيز في نيمونيا الاتيبيكال، حصل خلط. تمام؟ فدي بس النقطه اللي دايما باكد عليها يا جماعه، بس خلي بالكم ان ممكن تبقى اسمها نيمونيا اللي هو انفلاميشن اوف ذا لانج، بس مش شرط انها تكون ايه انفكشن، ممكن تبقى انجري بسبب كرونيك لانج ديزيز او اريتيشن باي حاجه ثانيه. فده اللي هو الليجونيلا نيمونيا، دخلوا معاه بقى المايكوبلازما والحاجات اللي هي الكلاميديا بيستاكي دي. الكلاميديا بيستاكي ده بيقول لك بيعيش في الفئران باين او حاجه زي كده. وعشان كده زي ما قلنا تقسيمات النيمونيا اللي قالتها دينا في اكتر من تقسيمه، هل هي كوميونيتي اكوايرد اللي هي احنا النيمونيا اللي ممكن تجي لنا بعد الشر يعني واحنا قاعدين كده في عادي خالص، وفي الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا اللي هي بيخش بقى معاها كمان اللي هي المرسا والحاجات اللي هي ميسيلين ريزيستنت والمش عارف ايه والحاجات اللي هي اللي بتبقى العنيفه دي. وفي ناس قسموها اللي هي الزونوتيك ونون زونوتيك، اللي هي زي الكلاميديا بيستاكي دي زونوتيك، بتيجي من الناس اللي هي بتعيش في اماكن فيها حيوانات معينه او فيها قوارض او فيها الكلام ده يجي لهم الانفكشنز دي. تمام؟ فهو ده اللي مقصود بالاتيبيكال نيمونيا. واللي عرفته كمان الاتيبيكال نيمونيا دخلوا معاها الاوت بريكس بتاعه الفيروس اللي هي زي الكوفيد. تمام؟ فده اللي هي قصه ليه اتسمت اتيبيكال نيمونيا. يبقى اتيبيكال لان هي الكوزيتيف، يعني اسم اتيبيكال جه من ان اللي بيعمل الاورجانيزم او الاورجانيزم اللي مسؤول عن الانفكشن مش التيبيكال اللي احنا متعودين عليه في النيمونيات. طيب اللي كنت بقول عليه ايه، ان بوجه عام احنا عندنا لما كنا بنقول النيمونيا نفسها البكتيريا النيمونيا بتعمل غالبا اللي هو الاير سبيس ديزيز، اللي هو ممكن يبقى برونكو نيمونيا انها تبقى باتشات صغننه، او يبقى باتش صغيره تي صغيره وتبقى كواليسنت تعمل لي لوبر نيمونيا، ده البكتيريا. الفيرال معروف انها بتعمل اكتر انترستيشيال ثيكنينج وانترستيشيال اديما، صح ولا لا؟ الفانجل احنا متعودين انها بيبقى لها اكتر من برزنتيشن حسب الستيج، واشهر حاجه اللي هو ال ده اللي هو اسمه ايه الاورجانيزم، الاسبرجيلوزيس. الاسبرجيلوزيس له 3 او 4 برزنتيشن حسب الستيج، يعني ممكن يعمل 3 ان بود، ممكن يعمل تريم باد، ممكن يعمل اللي هو فانجل بول، او انه يعمل ايفن كونسوليديشن في مرحله المراحل بتاعته حسب هو اكيوت، حسب هو اكيوت ولا كرونيك. مش كده بالظبط بالظبط بالظبط، برافو. ما دي بقى مست الناس اللي هي لسه مذاكره، تعالى قربي كده عشان نسمعك يا ايمان. الناس اللي مذاكره فريش فعلا، ما احنا بنراجع معاك. يبقى فعلا المايكرو اللي هي احنا قلنا الكوزف اورجانيزم بتاعنا اللي هو الاسبرجيلوز اللي هو فانجس، واكوردنج للاميونيتي بتاعت البيشنت، هل هو نورمال ولا هايبو ولا هايبر سنسيتيف للاورجانيزم، يعمل لي ان هو بيعمل اي 3 ان باد او يعمل الفانجل بول. فينجر انجلوف اللي هو يعمل ميوكاس بلاج تقفل لي الاير واي. تمام؟ تمام تمام. جميل جدا. يبقى هي دي اللي هي الباترنز بتاعت النمونيا بوجه عام، ودايما انا دي اللي باكد عليها في الشيست. ليه؟ لان ده اللي وقعني ووقع ناس كتير جدا. احنا بنذاكر واحنا صغيرين كنا بندخل الاير واي في الاير سبيس في الايه في بعض. تمام؟ دلوقتي زي ما انتم شايفين برضو ان الصور اللي جابتها دينا هي اغلبها انا ما اقدرش بالشيست اكس راي لوحده اقول اكتر من دي نيمونيا. تمام؟ طيب هي ايه كونسوليديشن، اسف قصدي كونسوليديشن بالظبط، وات ايفر. يبقى انا لازم اسال على الهيستوري بتاع العيان ايه، واسال برضو على اللي هي اللاب انفستيجيشن اللي هي قالت عليها، واذا كان العيان ده اولد ايج ولا يانج ايج. تمام؟ واذا كان في جاذرنج، يعني هو الليجنيلز ديز معروف زي ما انت قلتي بتاع التكييفات والجاذرنجز والجماعه اللي هم الاولد ايج، يعني هو برضه بيأفكت الجماعه بتوع
الاولد ايج اكتر يتهيألي انا فاكر لان هو كان هو اتسمى كده ليجونيرز ديزيز من الليجن اللي هم المحاربين القدامى يعني. طبعا المعروف ان النيمونيا بالذات في الاطفال ممكن تيجي اللي هو برزنتيشن بتاعها بتاع الراوند نيمونيا اللي هي زي دي اللي هي تعتبر واحده من الفانيشنج تيومرز ان هو العام بفرقها ازاي من انها تكون سوليتري بالمونري ماس او 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 كده بالسيمتومز بتاعت العيان. اكيد عيان زي ده هيجي فيفرش وفي الليفيتد سي ار بي واي اس ار والكلام ده وانه المفروض هيرسبوند بالايه بالعلاج طبعا. وانا قلت لكم قبل كده الشباب اللي حضروا معانا النيوبلازم في الصغيرين في الستادي جروب بتاع الريزيدنت لما قلت لكم لما يبقى اولد ايج نون ريزولفنج نيمونيا اول حاجه افكر فيها على طول ايه مالجنسي طبعا انه يكون العيان ده برونكوجينيك يعني نون ريزولفنج نيمونيا في اولد ايج از مالجنسي انليس اذروايز ايه بروفد تمام. طيب بالنسبه برضو اللي عايز اقوله بقى موضوع الجراوند جلاس باترن في السي تي. جراوند جلاس باترن عندي يجي بتو ميكانيزم مش كده ايمان انت لسه مذاكر ايه الميكانيزم بتاع جراوند جلاس او ليه كلمه جراوند جلاس اللي هو الازاز المصنفر تمام. الازاز المصنفر اللي هو او الازاز المغبش اللي هو بيتحط في الـ في الـ في الاوض اللي احنا مش عايزين نشوف حد من ورا الازاز بتاعها تمام. جراوند جلاس اوباسيتي في السي تي تيجي من حاجتين الانترستيشال ثيكنينج. الانترستيشال ثيكنينج بالذات اللي هي الفاين انترستيشيوم اللي هو بيبقى الانتر اللي هو الانتر لوبر الصغنن او السنتري لوبر الصغنن خالص. الثيكنينج بتاع السكندري بالمونر لوبيول الصغنن خالص ده مجرد الثيكنينج الايرلي بتاعه يعمل لي جراوند جلاس او ان جراوند جلاس يجي من ايرلي فيري ايرلي اير سبيس ديزيز. يعني لو لحقت الاير سبيس ديزيز في الاول خالص لسه 2 3 الفيولاي كده كل 3 4 الفيولاي بقى فيهم شويه فلويد يعمل لي منظر برضو اللي هو الايه جراوند جلاس. فالاثنين جراوند جلاس يجي من الميكانيزمين دول يا انترستيشال ثيكنينج يا اما فيري ايرلي اير سبيس ديزيز قبل ما يكوليسنت ويعمل لي اللي هو منظر الايه كونسوليديشن اللي احنا متعودين عليه تمام. ف لاين لازم يبقى كلير خالص لو هو اير سبيس ديزيز لان هو لو اير سبيس ديزيز بيبقى حواليه انترستيشن فهيبقى في سبلورال لاين يعني زي في كذا صوره جت بعد كده اللي هو زي ده خط اسود واضح ما بينه يبقى معنى كده ده اير سبيس ديزيز. ده دي معلومه حلوه دي ميزه المراجعه بقى والقعده اللي احنا قاعدينها مع بعض ممتاز حلوه برضو معلومه دي الواحد كان ناسيها حلوه لينا يعني الثاني كده معلش. يبقى احنا عندنا لو اير سبيس جراوند جلاس الموضوع اه لو هو اير سبيس ديزيز لازم هنلاقي سبلورال لاين كلير خالص لان هو الالفيراي او الاير سبيس ما بيوصلش لغايه الدور بالظبط الاستيشن حواليه مسكني فرموني الريول بتاعه بالظبط ما بيوصلش للدور. لكن لو هو انترستيشن ديزيز بنلاقي الاوباسيتي دي واصله لغايه ورده. انت اللي هتحضري الديفيوز لانج ديزيز اللي هحضر معاكي لازم تركزوا لنا على الاناتومي بتاع الانترستيشن لان هو ده الاكسبلانيشن اللي بتقوله لينا. شكل الاستراكشر بتاع الانترستيشن بتاع اللنج ده مهم عشان انا اشوف اللي هو البارايتال بلورا والفيسرال بلورا ده من بره ده جزء من الانترستيشن بتاع البلورا اللي هو الخارجي وفي السنتري لوبلر وفي اللي هو البريفر والتقسيمه بتاعته دي اساس ان احنا نفهم الكرونيك لنج ديزيز وتعمل لنا اللي هي الحته اللي بتقول عليها ايه لينا ليه في حته بتبقى اللي هو السبيرد اللي هي السبلورال سبيرنج في حالات لما يكون الجراوند جلاس الايرلي من ايه من اير سبيس ديزيز. فعلا ده لو انترستيشن هيوصل لحد الايه البلورا خالص. ممتاز جدا معلومه حلوه جدا. طيب دي طبعا كلها برزنتيشنز. طبعا في حاجات بتعمل بيري برونكيال ثيكنينج كمان في الاتيبيكال نيمونياز اعتقد مش كده عشان بس انا ما لحقتش الاقي انا بيبر قريتها من اسبوعين من سته طبعا تمام. فدي اللي هو ده يفسر لي اللي هو البيري برونكيال ثيكنينج. طبعا ده بيري برونكيال ثيكنينج مش هقول عليه ترام يعني هو ممكن يبان ترام لايك بس ترام لايك انا عارف انها ريزيرفد اكتر لما يكون في دايلاتيشن مع حالات الايه البرونكياكتيز وده بيبقى ليت سيكوال لانفكشن او كده يعني لو بيبقى عندي برونكياكتيز اللي هي ترام لايك ابييرنس ده عاده بيبقى ريزيرفد التيرمز دي لان احنا متعودين عليها مع وصف بعض الليجنز فهي ترام لايك ابييرنس انها تبقى باين عندي زشيت القطر فعلا لو خدتي الكات بتاعك ترانسفيرس او جه مع ان لاين مع البرونكاس انما احنا متعودين على ترام تراك ابييرنس ده اكتر في حالات اللي هي الايه تيوبولار برونكياكتيز اللي هي السيكوال بتاع انفكشن او سيكوال بتاع ابستراكشن اير واي او الكلام ده.
طبعا انت المفروض كنت تجيب لنا كمان يا دينا حالات اللي هي يعني ده هنا دي خلاص بقى دي كواليسنت اير سبيس ديزيز اهو، وبرده في الحته اللي قالت عليها لينا ظريفه اللي هي بتاعت السبيرنج بتاع الايه السبلورال سبلورال ريجون، دي برده ده اللي هو جراوند جلاس الصغنن ده اللي احنا قلنا عليه، كان المفروض تجيب لنا حالات برده اللي هي الكوفيد والكوفيد لايك. عموما بشكرك يا دينا على الـ على البرزنتيشن، وان شاء الله يعني لقاء في برزنتيشنز اخرى. شكرا يا دينا.